مساء الخير مشاهدينا أينما كنتم من حلقة جديدة من برنامج بيت للكل من ماسبيرو القاهرة. حلقتنا لليوم بنتحدث فيها عن احتفالات ومناسبات شهر آذار المليء بالمناسبات اللي ممكن كل الدول العربية بتجتمع فيها، وأحياناً قد تتميز فيها دولة لوحدها، وأحياناً العالم يجتمع على احتفالية معينة. فقد بدأنا بـ8 آذار بالاحتفال العالمي بيوم المرأة العالمي، المرأة التي نكن لها كل الاحترام والتقدير لأنها نصف المجتمع. أكيد لانا، كل دولة بتحتفل بشكل مختلف بهذا اليوم 8 مارس. في روسيا والصين وكوريا مثلا يكون هذا يوم إجازة بالنسبة للمرأة بشكل خاص، ونتمنى أنه هذا اليوم يكون في كل الوطن العربي وكل العالم أنه يتم أخذ إجازة في هذا أكيد اليوم. أكيد طبعا. هي أعياد مارس عموما يعني تحس كذا المرأة يعني هي اللي منورة هذه الأعياد. أكيد. يعني سواء ما بين عيد المرأة العالمي يوم المرأة العالمية أو المرأة المصرية أو عيد الأم، فعيد الأم ده بقى يعني من أجمل الأعياد اللي بنقدم فيه مش بس كلمة شكر وتقدير وعرفان، هي المحبة للأم اللي هي بتقدم كل حاجة يعني جميلة. وأعتقد الأم في أي مكان هي أم، يعني تفاصيل بقى إيه اللي بيحصل بس الأم أم. خلونا بما إن إحنا بنتكلم نروح لست الحبايب وعيد.